المرأة في السودان شاركت بشكل كبير جدا في الحراك. مصطلح الكنداكات ظهر في الآونة الأخيرة، وهذا المسمى أو للنساء المشاركات في الثورة في كل موقع كان له اسم مختلف. مثلا في دارفور كانوا الميارب مشاركين بشكل فعال جدا، في يوجد منهم مقاتلات مع السوار، يعني تقديم الميارب كان للعمل الثوري كان واضح، مشاركتهم بشكل واضح، شريحة كبيرة جدا. وظهر في الحراك الأخير إنه كان نسبة المرأة، مشاركة المرأة أكثر من 75%، وكانت واضحة على الشارع العام. مشاركة داخل الحراك في الشارع وخارجه بهيب بمدها، يعني للحراك إذا كان معنويا أو ماديا. لكن الثورة دي وضحت للناس إنه المرأة ممكن تعمل أي حاجة، ممكن تشارك في كل موقع، ممكن يعني ما في مستحيل قدامها. فده رفع من الوعي المجتمعي عند الشعب السوداني، فبجد المرأة ممكن تشارك في أي موقع الآن، والمجتمعات ما حيكون عندها اعتراض.